السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بالإخوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك كيف يا حال حبيبي. الإخوة؟ لعلكم بخير وصحة وسلامة. الحمد لله نحن الحمد بخير. لله بخير. ما شاء كيف الله ما شاء حالكم الله. يا شيخي؟ الصوت واضح؟ نعم الصوت واضح يا شيخي. أنا سعيد حقيقة بوجودي بينكم وأشكر الأخ المنسق الذي رتب هذا اللقاء الشيخ. أسأل الله أن يجعله مباركا له وإخوانه نحن معكم، وأن يجعل اجتماعنا هذا مباركا علينا في أمر ديننا ودنيانا يا رب العالمين. ما أدري إيش اللي تقترحون في طريقة عرض الكتاب، هل لديكم اقتراح معين؟ نعم حتى نسير عليها، تكون هي القاعدة ونسير عليها. ممكن بعدنا نقرأ يا شيخ، ثم من فضيلكم تشرح لنا. ممكن تريد فقرة نقرأ شرح؟ فقرة هكذا. نعم فقرة فقرة هكذا المتن. طيب لا مشكلة، تريدون هذا أو تريدون، يعني هل تريدون نقرأ الشرح ولا تريدون نقرأ المتن فقط اللي هو أبو شجاع، ولا نقرأ الاثنين معا الشرح والمتن؟ ماذا تقترحون؟ نريد مع شرح، مع شرح ما كيف؟ نفضل. ارفع الصوت لا أسمع. مع الشرح إن شاء الله. نقرأ مع الشرح. نعم. نعم. يلا بسم الله نبدأ. نبدأ يا شيخ. أقول من يقرأ لنا قراءة سريعة متقنة؟ بعدين يا شيخ. نعم كيف؟ سأقرأ إن شاء الله، سأقرأ. يلا بسم الله. نعم بعد. طيب تريدون نتفق قبل القراءة أيضا أنه مثلا نقرأ صفحة أو صفحتين أو نقرأ فصلا كاملا، وتكون الأسئلة في آخر شيء حتى نعم يعني لا نتقط، حتى لا تقطع، يعني لا يقطع الوقت بالأسئلة، وتكون أسئلة الإخوة جميعا في آخر شيء يعني. نعم موافق موافقين يا أخوة؟ موافق موافق شيخ. يلا بسم الله بسم الله. هل نعم بعد يا شيخ تعطلت في جهازنا. اي أيوة والله. ada ikhwah barangkali ada yang berkenan baca. Qadarullah ini kita panah ini di filenya itu jadi hitam semua ini. Ada yang bersedia barangkali ikhwah untuk membaca. Mulai dari mana, Ustaz? نبدأ من المقدمة يا شيخي. كيف؟ نعم طيب نبدأ نقرأ نقرأ من المقدمة فقط، المقدمة. نعم ثم نتجاوز ترجمة الشافعي وأبو شجاع ونبدأ بالمتن على طول. نعم ترجمة الشافعي وأبو شجاع ممكن الإخوة يقرؤونها نعم لوحدهم، لكن نقرأ المنهج فقط، منهج الكتاب. بسم الله. نعم نعم تفضل يا أخي الكريم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فالحمد لله حمدا دائما أبدا، والصلاة والسلام على محمد سرمدا وعلى آله وصحبه نجوم الهدى، فمن اقتفى أثرهم إلى يوم القيامة والجزاء، ما صاح أحد وشد، أما بعد، فهذا شرح وسيط ما صاح حاد وشذا. ما صاح هاد صدق. ها ما نعم. صاح هاد وشد، أما بعد. حاد. حذاء حاد، الحذاء، تعرف الحذاء؟ نعم شيخ، نشيد يعني. أقول ما صاح حاد وشذا، حاد بالحاء. ما صاح حاد وشد، أما بعد. فهذا شرح بسيط لمتن أبي شجاع الشافعي، رسمت له المنهج التالي: الأول، حرصت فيه قدر الإمكان على ألا تخلو مسألة على ألا تخلو مسألة من دليل أو تعليل تعويدا للطالب على أخذ الحكم بدليله، ولا أستقصي لأنه لا يمكن الاستقصاء مع قصد الاختصار. الثاني، سلكت فيه طريقة شرح الممزوج بعبارة سهلة واضحة ليتعود الطالب على منهج الأوائل. وفي النية، إن أعان الله، أن أصنع عقب كل فصل أو كتاب معتصرا مختصرا للشرح أسألك فيه طريقة التأليف المدرس الحديث ليجمع الشرح بين المعاصر والتقليد. الثالث، لم أخرج عن كلام المصنف إلا في مواطن يسيرة طالبا للاختصار. الرابع، طلبا للاختبار. طلبا للاختصار. الرابع، لم أتعقب المصنف إلا في مواطن بدا لي من الأنسب تعقبه. وفي مواطن أخرى جريت على ما مشى عليه من غير تعقب كي لا يتشتت الطالب بكثرة التعقبات. الخامس، وفي مواطن أخرى جريت على ما مشى عليه من غير تعقب، جريت. تفضل. ألو يا إخوة، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. لا وعليكم أسمع السلام الصوت. ورحمة الله. بسم الله. أين القارئ؟ أين القارئ يا إخوة؟ هل هناك مشكلة في أنا قارئ الاتصال؟ أنا فن أستاذ عقيل عبد الرحيم أنا فن نعم كيف؟ تفضل نعم استمر يا أستاذ. الله يبارك. حرصت في مسائل يسيرة اشتهر فيها الاختلاف على ذكر الخلاف العالي باختصار، تنمية للملكة الطالب وتعويدا له لملكة لملكة تنمية لملك الطالب وتعويدا له على الاختلاف العالي، وأن المنشود هو الحق والصواب مع من كان. ودفعا لما ذكره الشاطبي في الموافقات من أن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب تفورا وإنكارا لمذهب نفورا غير نفورا مذهبه. ربما يكسب الطالب نفورا. ربما يكسب الطالب نفورا وإنكارا لمذهب غير مذهبه من غير اطلاع على مأخذ إلى على ما إلى مأخذه، فيورث ذلك
اهتزازة في الاعتقاد في الأئمة الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين واطلاعهم بمقاصد الشارع وفهم أغراضه. السابع من منهج أني لا أعرف الواضحات في الغالب ولا أغرق في المصطلحات ولا أغرق في المصطلحات. ولا أغرق في المصطلحات. الثامن إذا قلت والصحيح أو والراجح فالمراد في نظري ما لم أنسبه لأحد. التاسع تخريج الأحاديث الذي في الحواشي وكذا الأسئلة التي في نهاية الفصول هي من صنيع أحد الباحثين جزاه الله خيرا، كما أنبه بأني تركت توثيق النقول عمدا لئلا يثقل الكتاب والحواشي، لكن الباحث الذي خرج الأحاديث وثقه هو من غير طلبي جملة من النقول، فأبقيت ما وثق وتركت ما أهمل. وبعده وبعد فإن الكتاب ما زال بعد في مرحلة المخاض، لم يستوي على سوقه ولم يستد عوده. فرحم الله امرأً أهدى إلي عيوبه. ولا أنسى هنا أن أزدي من الشكر أوفاه وأبره لكل من تفضل بقراءة مسودة الشرح فصوب وسدد وهدى وأرشد، فاللهم أجزهم عني بخير ما جزيت محسنا عن إحسانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا في المقدمة عرض الشارح القواعد الأساسية التي سار عليها في الشرح، فذكر بأنه شرح مختصر، هذا واحد. ذكر اثنين أنه شرح في الغالب يحرص على أن كل مسألة يورد معها دليل أو تعليل حتى يتعود الطالب أخذ الحكم بدليله وليس مجردا. ذكر أن طريقته هو الشرح الممزوج، والشرح الممزوج هو مثل طريقة الأوائل كثيرا، بحيث يكون المتن بين قوسين في أثناء الشرح، فيكون الشرح مع المتن كالكتاب الواحد، يقرأ كالكتاب الواحد. هذا هو المقصود إذا قيل الشرح الممزوج، مزج الشرح بالمتن بحيث أصبح كالكتاب الواحد، وهي طريقة قديمة أهل العلم يسلكونها. ذكر بأنه لا يخرج عن كلام المصنف، يعني لا يزيد مسائل لم يذكرها المصنف، في الغالب يقتصر على المسائل التي ذكرها المؤلف في الشرح، وهذا أيضا منهج في ظني خاصة في الشرح في تعليم الطلاب، حتى نحن كدعاة وكمدرسين في تعليم الطلاب لما أدرس متنا أو أدرس كتابا، فالقصد الأول هو أن يشرح هذا الكتاب، وليس القصد أن يزاد عليه مسائل أخرى لم يذكرها المؤلف إلا عند الحاجة. لماذا؟ لأن كثير أو جملة من الشروح، وأحيانا حتى بعض الإخوة هو يلقي درسا يصبح كالذي يضع حاشية على المتن ويترك شرح الكتاب الذي هو الهدف الأساسي. فهنا قال الشارح بأنه لم يخرج عن كلام المصنف، وإنما اقتصر على المسائل التي ذكرها ولا يهدف إلى زيادة مسائل أخرى لم يذكرها أبو الشجاع رحمه الله في متنه. ذكر أيضا من منهجه أنه لا يتعقب المصنف، بمعنى أنه حتى وإن كانت المسألة التي ذكرها المصنف يرى الشارح بأن غيرها هو أقرب للصواب، يقول
في الغالب يمشي على ما ذكره أبو شجاع في الغالب، إلا في مواطن يسيرة هو التي أتى وقال الراجح أو الصحيح أو بعض المحققين، أما في الغالب فيمشي على ما يذكره المؤلف، حتى وإن كان هو يعتقد في قرارة نفسه بأن القول الآخر هو أقرب للصواب. يقول في بعض المسائل فقط حرص على أن يذكر الخلاف العالي، ولما يقال الخلاف العالي فالمقصود بالخلاف العالي الخلاف عندنا قسمين، خلاف داخل المذهب، خلاف داخل المذهب بين علماء المذهب الواحد، مثلا الشافعية قول القديم قول الجديد الوجهين عند الشافعية أو فيها ستة، فيكون خلاف داخل علماء مذهب الشافعية. أما إذا الخلاف القسم الثاني والخلاف العالي فيكون المقصود به الخلاف مع المذاهب الأخرى، سواء كانت مذاهب الأئمة الأربعة المتبوعة أو مذاهب غير المتبوعة من مذاهب أهل السنة والجماعة. لماذا يقول حرص على إدراج هذا، يقول لماذا حرص على ذكر الخلاف العالي؟ ذكر العلة، يقول حتى يتعود الطالب على سماع الأقوال الأخرى، وأن هناك يعني اجتهادات أخرى مخالفة لما عليه المذهب الذي درس عليه، فإن الطالب الذي ينشأ على قول واحد أو يظن بأنه لا قول إلا قول إلا القول الذي درسه يسارع أحيانا في إنكار أقوال أخرى هي من محل الاجتهاد بين أهل العلم، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به. فتجد أنه ينكر أحيانا إذا رأى على شخص فعلا أو كذا، والسبب أنه لم يعلم بأن هذا الفعل الذي فعله يعتمد على دليل آخر أو يعتمد على اجتهاد آخر لبعض أهل العلم أو قال به بعض الصحابة، أو قد يكون هو أقرب للنص من القول الذي هو درسه وتعلمه. تقريبا هذا الذي ذكره، وذكر في آخر شيء أيضا أنه لا يهتم كثيرا في الشرح بتعريف المصطلحات، فمثلا مصطلح الغسل، مصطلح الطهارة، مصطلح اللي هو الصلاة، مصطلح يقول أنه لا يهتم كثيرا بتعريفها لأنها معروفة، فلا يغري يعني لا يكثر من التعريفات كما درج عليه كثير من أو بعض المؤلفين. تقريبا هذا المنهج الذي مشى عليه المؤلف. هل هناك إشكال أو نمشي؟ هل في سؤال أو نمشي؟ نعم، زي سؤال زي. سم الرموز ألف والهاء، ما المقصود؟ كيف؟ هناك أما حرف ألف ألف والهاء. وفهمي أغراضي، بعدين ألف وهاء، ها؟ نعم، هذا اختصار لكلمة انتهى، أوه نعم، أحسن الله اختصار إليكم. لكلمة انتهى، لأنه فتح قوسين ذكر نقلا عن الشاطبي ثم قال ألف هاء يعني انتهى، انتهى كلام الشاطبي، هذا هو نعم، القصد. أحسن الله إليكم. هل في إشكال يا إخوة ونمشي؟ هل في سؤال يا إخوة أو نمشي؟ نمسي يا شيخ، نمسي. نمشي نمشي يلا يلا، نتجاوز ترجمة الشافعي وترجمة أبي شجاع، نتجاوزها ننتقل إلى صفحة، جيد لو قرأ الإخوة لوحدهم تراجم، ونبدأ من صفحة 9. بسم الله، كتاب الطه. أين القارئ؟ يلا بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف: كتاب الطهارة. بدأ المؤلف بكتاب الطهارة لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي عمود الإسلام وأول ما يحاسب عليه العبد، فإن صحت وقبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. فلما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، فكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه
من التيمم عند عدم الماء. صار الفقهاء رحمهم الله تعالى يبدأون بكتاب الطهارة، لأنه لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام ناسب تقديم مقدماتها. ناسب تقديم مقدماتها. ناسب تقديم مقدماتها، ومنها الطهارة، فهي مفتاح الصلاة، كما في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور. رواه أبو داود، وقال الألباني حسن صحيح، وذلك لأن الحديث يمنع الصلاة وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة، فهو كالكفل يوضع على المحدث، فإن توضأ انحل الكفل، فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لا بد أن يقدم على المشروط. طيب، يقول فهو كالقفل يوضع على المحدث. على المحدث، ها؟ نعم، فهو كالكفل يوضع على المحدث، فإن توضأ انحل الكفل، فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لا بد أن يقدم على المشروط. وقد جرت عادة المصنفين بتفصيل مصنفاتهم بالكتاب والأبواب اقتداء بالقرآن الكريم، حيث كان سورا تسهيلا للمراجعة وتنشيطا للنفوس، وبعثها على الحفظ والتحصيل بما يحصل لها من السرور في الختم والابتداء، كالمسافر إذا قطع مرحلة شرع قطع مرحلة شرع في أخرى. كالمسافر إذا قطع مرحلة، يعني قطع عدد من الكيلومترات، جيد، شرع بدأ في مسافة أخرى. واضح؟ نعم، المرحلة هي المسافة من مجموع المسافة التي يريد قطعها. فأنا أريد أن أقطع مثلا 100 كيلومتر، أريد أن أقطع 100 كيلو متر مثلا، فالمسافة التي يقطعها في السفر في يوم، فيقولون مثلا بين مكة والطائف مرحلتين، بمعنى ما يحتاج إلى يومي سفر. فالمرحلة هو المسافة التي يقطعها في يوم المسافر. فالمسافر الآن الذي يريد الانتقال من الطائف إلى مكة يسافر ثم ينام، ثم غدا يستمر في النوم، ولا ينتقل يبدأ في مسافة أخرى؟ واضح؟ نعم، هذه شيء. يلا بسم الله. الكتاب في اللغة من المصادر السيالة، أي التي توجد شيئا فشيئا، يقال كتبت كتابا وكتبا وكتابة، ومعناه لغة الجمع من تكتب من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل للجماعة الخيل كتيبة لا، كتيبة، كتيبة. يعني حتى والكتابة الآن تستخدم، مثلا في قطاع الجيش، الشرط وما الشرط يقولون هؤلاء هذه كتيبة كذا، يعني مجموعة. هنا، أحسن الله إليكم. والكتابة بالقلم للاجتماع الكلمات والحروف، والمراد به المكتوب، أي هذا المكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك. والطهارة في اللغة هي النقاء من الدنس والنجس. الفيومي، قاله الفيومي. ثم الفيوم شرع هذه قليلا، فيوم هذه مدينة ظاهر في مصر، منطقة في مصر فينسب إليها.
هذا العالم، وهو أحد علماء اللغة. طيب، هل في إشكال في ما قرئ يا إخوة؟ هل هناك إشكال في ما قرئ؟ سيالة، ما معنى شيخ سيالة؟ شرحها بعدها. إيش قال بعدها؟ التي توجد قال من شيئا المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا. نعم. هذا هو المصدر السيال الذي يأتي شيئا فشيئا، ولهذا نقول السيل، المطر لما يمشي في الوادي جاء السيل. لماذا؟ لأن الماء يأتي في الوادي شيئا فشيئا. هل يأتي دفعة واحدة كله أو يأتي شيئا فشيئا في شيئا الوادي؟ فشيئا. شيئا فشيئا. يقول كذلك الكتابة، الكتابة الآن لما تقول هذا كتاب، هل كتب الكتاب دفعة واحدة؟ هل هناك كتاب يكتب كله من أوله إلى آخره مرة واحدة في لحظة واحدة؟ أو يكتب حرفا فحرفا حتى ينتهي الكتاب؟ حرفا رحمه الله. حرفا. نعم، هذا هو القصد. هل في إشكال يا إخوة؟ نعم، في سؤال يعني قال ألباني حسن صحيح، ما معنى حسن صحيح؟ هل هذا حديث حسن أو صحيح؟ هل هناك حسن صحيح موجود؟ هذا المعنى مفسر. أقول هذا مثل اصطلاح الترمذي يا شيخ. أقول هذا مثل اصطلاح الترمذي رحمه الله. وتعرف الاصطلاح في قضية حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف، جيد، وفي النهاية هذا مصطلح. فممكن نحن نصطلح على اصطلاح آخر، كما أن الترمذي رحمه الله اصطلح على اصطلاح آخر. فلديه مثلا عبارات مما شاعت عنده، حديث حسن صحيح، هذا عند الترمذي. لكنه في النهاية هو إما أن يكون من درجة الصحيح أو من درجة الحسن. طيب. نعم. يلا. ولهذا قالوا، هم يقولون قوله حسن صحيح، قال إما على تأويل. قال الحافظ بن حجر في النخبة إذا قال حسن صحيح الترمذي، قال فهو على تأويل أو بالشك، أنه شاك يعني إما حسن أو إما صحيح. قال أو باعتبار سن إسنادين، أحدهما حسن والآخر، والإسناد الآخر صحيح، فإنه جاء يعني بإسنادين، إسناد حسن وإسناد آخر جاء بأنه إسناده صحيح. طيب. بسم الله. نسينا فقط نقرأ اللي مقدمة أبو شجاع، ما قرأناها في أولها. قال أبو شجاع: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن بن أحمد الأصفهاني رحمه الله: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أو رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار، فذكر بأنه مختصر. الأمر الثاني قال: ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. وقد فعل هذا رحمه الله في الكتاب كثير التقسيمات، كثير التقسيمات، يقول ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى ثلاثة، ينقسم إلى أربعة، وهكذا. قال: فأجبت إلى ذلك طلبا للثواب، راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. هل في إشكال يا أخوة فيما قلت أو نتجاوز؟ أتجاوز أجل. يلا بسم الله. ثم شرع المؤلف في بيان أنواع المياه. ثم شرع المؤلف في بيان أنواع المياه فقال: المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه. الأول ماء السماء، ودليله قوله تعالى:
وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الثاني وماء البحر، ودليله ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني. الثالث وماء النهر، وهو الماء الحلوي. الرابع وماء البئر، واختلفوا في تطهر من بئر زمزم. فقال البيجوري والمعتمد أنه لا يكره الاستعمال ماؤه ولو في إزالة النجاسة، لكنه خلاف الأول خلاف الأولى. لكنه خلاف الأولى لأنه لم يصح فيه نهي، ولأن النصوص جاءت في الماء عامة فتعم ماء زمزم وغيره، ولأن شرفه لا يوجب الكراهة في استعماله. الخامس وماء العين، وهي الشق في الأرض أو في الجبل ينبع فيه الماء إلى سطح الأرض. السادس وماء الثلج، وهو الماء النازل من السماء مائعا ثم يجمد على الأرض من شدة البرد. السابع وماء البرد، وهو الماء النازل من السماء جامدا كالملح ثم ينماع على الأرض. قال الوزي في شرحه: ويجمع هذه السبعة قولك ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كانت من أصل الخلق، الخلقة من أصل الخلقة من أصل الخلقة. أحسن الله إليكم. هل في أما إشكال يا إخوان؟ قليلا، هل في إشكال فيما قرأ؟ هل في إشكال؟ لا إن شاء الله الشيخ. ها؟ طيب باء لا العين، إيش لا الدليل على طهارته؟ ما رأيكم؟ إيش البئر الدليل على طهارة ماء العين؟ إيش الدليل على طهارته؟ ماء البئر. ها؟ ماء البئر من صنيع الناس. ها؟ الذي يحفر في الأرض. كيف؟ ماء البئر يحفر في الأرض. نعم، البئر الذي يحفر من الأرض، لكن ماء العين كيف يكون ماء العين؟ الماء لا ينجس الشيء. ها؟ ها، إيش الدليل يا إخوة؟ يمكن لأن أصل الماء طهور. لا، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع، الآن أقول فسلكه ينابيع في الأرض، هذا ماء العين صح؟ نعم وأنت الذي تفضلت به استدللت بالعموم صحيح، لكن دليل خاص، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. طيب ماء البئر، وما ذكر هنا دليل؟ هيا يا أخو، أعطونا دليل. المعطلة.
ما في أحد يجيب. النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ من مياه الآبار يا إخوة. هاي إندونيسيا. أنا أعرف يعني ما بئر ما تعرفونه؟ عرفنا ناس أقول النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ من مياه الآبار في حياته صلى الله عليه وسلم. في غزوة البدري. ممتاز، في غزوة بدر وفي غيرها مدينة كلها مياه آبار يا إخوة. أقول المدينة النبوية كلها تعيش على الآبار، مكة نفس القضية، ليس فيها أنهار وليس فيها إلا مياه الآبار. ولذلك ما يعني جاء في حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر زمزم وشرب منه. وبالنسبة للبرد والثلج فهذه داخل في ماء النازل من السماء. يلا بسم الله. ثم المياه من جهة التقسيم تكون على 4 أقسام. واصل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم المياه من جهة التقسيم تكون على 4 أقسام، أحدهما طاهر في نفسه، مطهر لغيره، غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق فيخرج بذلك، نحو ماء الورد وماء البطيخ، لأن الأول مقيد بكونه ماء ورد، والثاني بأنه ماء. نعم، قال لأن الأول مقيد بكونه ماء ورد، لأن الأول والثاني مقيد بكونه ماء ورد، ماء ورد، والثاني نعم بأنه ماء بطيخ. طيب الآن لاحظ يا إخوة، القسم الأول قال طاهر في نفسه مطهر لغيره. طاهر في نفسه مطهر لغيره، إيش حكم استعماله؟ قال غير مكروه استعماله، وهو الماء الذي يتطهر به. طيب ما هو هذا الماء؟ قال هو الماء المطلق. إيش معنى الماء المطلق؟ الذي يقال له ماء بدون وصف، الذي يقال له ماء بدون وصف بدون قيد يلحقه، فتقول ماء وتسكت، هذا هو الماء المطلق. لكن عندنا مياه إذا ذكرت فإنها تذكر مقيدة، عندنا مياه إذا ذكرت فإنها تذكر مقيدة. مثال قال لك ماء الورد، الماء المستخلص من الورد، جيد. أو عصير البطيخ فتقول ماء بطيخ، هذا ماء البطيخ، جيد، تقول ماء البطيخ. طيب هذا الماء هل يصح التطهر به؟ الماء المقيد، ماء الورد أو ماء البطيخ؟ قال لك لا، هذا خرج عن كونه مطهرا لغيره، وإن كان هو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. فالماء الورد إذا وقع على الثوب لا يجب غسله، إذا وقع على السجاد لا يجب تطهيره، يجوز أن تصلي عليه ويجوز أن تصلي به إذا كان على ثوب. لكن هل يجوز التطهر به؟ قال لك لا. لماذا؟ قال لأنه ليس ماء مطلقا، خرج عن مسمى الماء، خرج عن مسمى الماء الذي يتعلق به أحكام الطهارة. في إشكال يا أخوة؟ بسم الله. واصل الشيخ. والثاني طاهر في نفسه، مطهر لغيره، مكروه استعماله، وهو الماء المشمس، أي المسخن بتأثير الشمس فيه، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عائشة رضي الله عنها عن المشمس، وقال: إنه يورث البرصي.
إنه يورث البرص، إنه يورث البرص. يعني ورثة. ينتج بسبب استخدامه البرص، يصيب الإنسان البرص هكذا. لكن الحديث ضعيف. تفضل. اختار النووي. واختار النووي عدم كراهة استعمال الماء المشمس، وهو الصحيح، وما ذكر فيه من النهي عن استعماله لا يثبت. والثالث طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو الماء المستعمل، كالمستعمل في رفع الحدث. فعلى المذهب لا يجزأ التطهر به، لا لأنه يجزي. لا يجزئ التطهر به لأنه تأدى به إبادة، فلا يصح أن يؤدى به نفس أن يؤدى به نفس العبادة مرة أخرى. والصحيح إجزاء الطهارة به، بدليل ما رواه جابر رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت. متفق عليه. ولأن الأصل بقاء الطهارة فلا ينقل عنها إلا بدليل، ولأنه ماء لا لاقى ولأنه ماء لاقى أعضاء طاهرة فلم يسلبه الطهورية. طيب، ذكر قبل قليل القسم الثاني، قال الماء الطاهر في نفسه وهو طهور أيضا لغيره، لكنه مكروه الاستعمال، وهو الماء المشمس الذي سخن بالشمس. وذكر الحديث الذي استدل به، وذكر أنه ضعيف، وأن النووي رحمه الله اختار عدم الكراهة. هل يلحق بالماء المشمس الماء المسخن عبر الكهرباء، مثلا مستخدم في الكهرباء؟ الصحيح لا يا إخوة، أو لا يدخل فيه. لماذا؟ لأن كان معروف لديهم، حتى الصحابة في عهد الصحابة كان معروف لديهم تسخين الماء بغير الشمس، تسخينه بالنار، خاصة في المناطق الباردة مثل الشام ومثل غيرها. ولهذا لما وصلوا للشام واستخدموا الحمامات رضي الله تعالى عنهم. فمحل الكراهة فقط هو في الماء المشمس لأجل النص فقط، الذين كرهوه لأجل النص. والحديث الذي جاء حتى النص هذا الحديث ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم. القسم الثالث قال الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، وطاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره. وذكر أن هذا القسم الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره قسمين. القسم الثالث ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، أقول القسم الأول، قال هو الماء المستعمل في رفع حدث. فأنا إذا كنت منتقض الطهارة وتوضأت وكان الماء يتساقط مني هذا في إناء، فلو أتى إنسان شخص آخر يريد أن يستخدم هذا الماء في رفع الحدث، قالوا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن استخدامي أنا له في المرة الأولى لرفع الحدث سلب هذا الماء طهوريته، وإن كان الماء باقٍ وطاير في نفسي، لو انسكب على الثوب أو سقط على الأرض يصح الصلاة عليها. لكن هل يرفع الحدث؟ قالوا لا، لا يرفع الحدث. لماذا؟ قالوا لأنه سبق استخدامه في رفع طهارة واجبة، فلا يمكن أن يستخدم الماء نفسه مرتين في رفع حدث واجب، هكذا قالوا. القول الآخر قال لك لا يصح. لماذا؟ استدل بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم سكب الماء على جابر رضي الله تعالى عنه، وقال لأن الأصل بقاء الطهارة في الماء، ولا ينتقل عن سلب الماء طهوريته وأنه يرفع الحدث إلا بدليل، ولا دليل هنا على أنه يسلب، على أن الماء المستخدم في رفع طهارة يزول عنه صفة التطهير لغيره. تفضل. القسم الثاني من الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، قال وهو المتغير. تفضل. والمتغير، أي ومن هذا القسم الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، الماء المتغير لونه أو ريحه أو طعمه،
بما خلطه من الطاهرات تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه كما المتغير بالجبس أو الشاي أو الزعفران أو زعفران. تفضل. واحترز المؤلف. واحتز المؤلف بقوله بما احترز قال احترز. واحترز المؤلف بقوله بما خالطه عن أمرين: الأول الطاهر المجاور للماء والذي يمكن فصله عنه كالدهن والزيت، فإن ذلك لا أثر له في سلب الماء طهوريته. الثاني عما يشق صون الماء عنه كورق الشجر والطين والطحلب، فإنه طهور. طيب، القسم الثاني من الماء الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، قال الماء المتغير. المتغير بإيش؟ قال المتغير بالطاهرات. فعندنا إذن الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الماء المستعمل، وهذا مضى قبل قليل، مستعمل في رفع حدث. القسم الثاني الماء الطاهر متغير الذي تغير بالطاهرات. مثاله الشاي، لما وضعت الليبتون أو وضعت الشاي في الماء، انتقل الماء من كونه ماء إلى كونه إلى مسمى آخر، فأصبح اسمه إيش؟ شاي. ما كان أسمع. أول ماء، فلما وضعنا الشاي أصبح اسمه شاي، لم يصبح اسمه ماء، فانتقل عن مسمى إلى مسمى آخر. نفس القضية مثل البيبسي أو الكاكاكولا، فلما وضع فيه هذه المواد أصله ماء، لكن لما وضع فيه هذه المواد الأخرى انتقل من مسمى الماء إلى بيبسي أو إلى كاكاكولا أو إلى عصير أو وهكذا من الأشياء الأخرى. فهل يصح التطهر به؟ قال لا، لا يصح التطهر به وإن كان في نفسه هو طاهر. لماذا لا يصح التطهر به؟ لأنه ليس بماء. الآن هو إذا رؤي، هل يقال له ماء أو يقال له بيبسي أو يقال له شاي؟ فانتقل إلى مسمى آخر، فحينئذ لا يصح التطهر به. ثم قال احترز المؤلف بقوله بما خالطه من الطاهرات، قال احترز عن أمرين، يعني أراد بهذا القيد بقوله بما خالطه أراد أمرين. الأمر الأول أن يكون التغير في الماء ليس بسبب المخالطة وإنما بسبب المجاورة. فعندنا ماء تغير بسبب أنه اختلط، مثل لما تضع، مثل ما قلنا، لما تضع الشاي في الماء اختلط الشاي واختلط لون الشاي، اختلط لون الشاي بالماء. لكن عندنا شيء آخر هو ليس بالاختلاط وإنما بالمجاورة. وضعت شيء بجوار شيء، وضعت الماء بجوار شيء آخر، جيد، فأثر فيه لكنه لم يخالطه، لكنه لم يخالطه. مثل له بالدهن والزيت، فإن الدهن والزيت إذا وضع بجوار الماء أو مع الماء هل يخالطه أو لا يخالطه؟ الجواب لا أيوه. يخالطه، فإنه منفصل عنه. هل يصح استخدام الماء الذي جاوره زيت؟ قال لك نعم، يصح استخدام الماء الذي جاوره زيت. لماذا؟ لأنه لم يخالطه. الأمر الثاني قال الذي أراده بقوله بما خالطه الاحتراز منه، قال أراد أيضا أن يخرج الأشياء التي يشق على الإنسان أن يصون الماء عنها، مثال ورق الشجر، الطين، فإن هذه الأشياء خاصة في الأنهار أو حتى في الآبار أو كذا يشق على الإنسان أن يفصلها عن الماء. ثم هذه الأشياء، الطين أو ورق الشجر، إذا جاورت الماء قد تؤثر فيه إما في لونه أو في طعمه، ومع ذلك هي لا تسلبه الطهورية، فيبقى طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. يلا، والقسم الرابع. والقسم الرابع ماء نجس، وهو قسمان: أحدهما نجس قليل وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين تغير أو لا.
وثاني نجس كثير، وأشار إليه بقوله أو كان كلتين فأكثر فتغير. بس بس فالنجاسة إن خالطت ما دون كلتين تنجس الماء مطلقا، سواء تغير الماء في النجاسة أو لا، وإن كان كلتين فأكثر فخالطته نجاسة، فإن تغير فنجس، فإن لم يتغير فطاهر. وحجته في هذا مفهوم المخالفة من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا ما مشى عليه المؤلف. والكلتان 500 لتر بغدادي تقريبا في الأصح، وهي تساوي 193 لترا تقريبا، وتعادل وزنا 200 و 200 كيلوغرام تقريبا. هذا ما مشى عليه المؤلف، والذي يرجحه بعض المحققين هو أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه، سواء كان دون الكلتين أو أكثر من الكلتين. واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من بئر بضاعة؟ أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا: فهذا اللفظ عام في القليل والكثير. وصف وعام في النجاسات، واصل الشيخ. نعم يا شيخ. أين صاحبنا؟ يا إخوة، فهذا اللفظ عام في القليل والكثير، وعام في جميع النجاسة في جميع النجاسات. وأجابوا عن حديث كلتين بأن الحديث له مفهوم ومنطوق، فمنطوقه: إذا بلغ الماء كلتين لم ينجس، وهذا ليس على عمومه، لأنه يستثنى منه ما إذا تغير بالنجاسة فهو نجس بالإجماع وإن كان أكثر من كلتين. ومفهومه أن ما دون كلتين ينجس غير مسلم، لأن منطوق الحديث: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، مقدم عليه. إذ القاعدة: إذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق، فلا ينجس إلا بالتغيير. ثم اعلم رحمك الله بأن المؤلف جرى هنا على تقسيم الماء إلى 4 أقسام، والذي عليه جمع من المحققين وهو الصواب أن الماء قسمان: طهور مطهر ونجس منجس، وأن الحد الفاصل بينهما هو التغير لأحد أوصاف الماء بالنجاسات والأخباث، فما تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فهو نجس، سواء كان التغير كثيرا أو قليلا. فائدته:
أصدر المجلس المجتمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد تاريخ 13 من شهر رجب عام 1047 وتسعة وأربعمائة إلى يوم أحد من تاريخ 20 من شهر رجب في عام 1490 قرارا قال فيه: نظر المجلس في السؤال عن حكم الماء المجازي مجاري بعد تنقيته، هل يجوز رفع الحدث به للوضوء والغسل به، وهل تجوز إزالة النجاسة به؟ وبعد مراجعة المختصين بالطرق الكيماوية وما قرروه من أن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل 40، وهي الترسيب وقتل الجراثيم وتعقيمه بالفلتر بحيث لا يبقى للنجاسة أثر في طعمه ولونه وريحه، وهم مسلمون عدول موثوق بصداقتهم وأمانتهم. قرر المجتمع ما يأتي: إن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة وما يماثلها ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه صار طهورا، يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر: إن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة يطهر بزوال هذه النجاسة منه إذا لم يبق لها أثر فيه، والله أعلم. طيب شيخ، جزاك الله خير. الآن ذكر القسم الرابع من المياه والماء النجس، ذكر بأن الماء النجس قسمان، ذكر بأن الماء النجس قسمان، الأول إما أن يكون قليل وإما أن يكون كثير. إيش الفرق بين القليل وبين الكثير؟ قال: القليل هو كثير قلتين فأكثر، ما حد مفهوم المخالفة أن الماء إذا لم يبلغ قلتين حمل النجاسة، هذا هو سبب تفريقه بين الكثير والقليل، وهذا عندكم أنتم الشافعية، وحتى عندنا نحن في مذهب الحنابلة يقولون بهذا الرأي. جيد، يقولون بهذا الرأي بأن
الصاد منقطع يا شيخي، كان الإشكال في النت يا شيخ. شيخنا كأن الأستاذ يخرج سد. أو ممكن حان وقت المغرب. ننتظر شوية إن شاء الله. نعم تواصل مع فضيلة الشيخ. مرحبا بالإخوة، السلام عليكم. وعليكم السلام السلام. عليكم. نعم عذرا يا إخوة، السلام. السلام قطع عليكم. الشاحن. أقول أعتذر منكم من قطع الشاحن، قطع الاتصال. طيب نواصل يا إخوة حتى نختم إن شاء الله. تقول هو الآن فرق بين القليل والكثير بالاعتبار عنده بالكثرة، الاعتبار عنده بالكثرة، ودليله هذا الحديث. صوت واضح؟ واضح يا شيخ. طيب أقول هو فرق واستدل بهذا الحديث، قال إذا بلغ الماء قلتين، مفهوم المخالفة أن الماء إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث. فقالوا إن الماء القليل الذي أقل من قلتين لهذا الحديث يكون إذا لاقاه النجاسة يكون نجسا ولو لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. فلو سقطت فيه مثلا قطرة بول في ماء قليل حتى لو لم يتغير اللون والطعم والريح قالوا فإنه نجس. أما الماء الكثير الذي قلتين فأكثر قالوا لا ينجس إلا إذا تغير. القول الآخر الذي مشى عليه النووي وجماعة من المحققين قالوا لا، العبرة هو بالتغير اللون أو الطعم أو الريح سواء كان قلتين فأكثر أو كان قلتين فأقل، فالعبرة عندهم بالتغير. واستدلوا بحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وفي زيادة وإن كانت ضعيفة إلا ما تغير من لونها أو طعمه أو ريحه. فاستدلوا بهذا الحديث بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب بماذا أجابوا على حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث؟ أجابوا بأن المقصود هنا ليس التحديد، وإنما المقصود بيان الأغلب. فإن الماء الكثير في الغالب إذا سقطت فيه نجاسة لا يتغير بالنجاسة، والماء القليل في الغالب إذا سقطت فيه نجاسة تغير بالنجاسة. وليس المقصود قالوا بهذا الحديث التحديد، وإنما بيان الأغلب. قالوا ويترجح الحديث الآخر بأنه إذا تعارض عندنا الاستدلال بالمفهوم مع صريح المنطوق أيهما يقدم؟ قالوا الجواب يقدم المنطوق. ما هو المنطوق؟ المنطوق عندنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا منطوق الحديث. الحديث الآخر مفهوم حديث أبي سعيد أن الماء إذا كان أقل من قلتين يتنجس بمجرد الملاقات. قالوا فعندنا منطوق وعندنا مفهوم، وإذا تعارض المنطوق وهو حديث الماء طهور لا ينجس شيء بمفهوم حديث الماء إذا كان قلتين
حمل إذا كان أقل من قلتين حمل النجس، قالوا فإنا نقدم المنطوق وهو حديث الماء طهور لا ينجس شيء. هذا الذي قالوه. في آخر شيء ذكر الشارح بأن المؤلف هنا رحمه الله أبو شجاع جرى على تقسيم المياه إلى 4 أقسام: طهور، طهور وطاهر، طهور طهور في نفسه مطهر لغيره، وطهور في نفسه مطهر لغيره لكن يكره استعماله، وطهور في نفسه غير مطهر لغيره، وذكر القسم الرابع وهو النجس. قال لكن الصحيح أن المياه تنقسم إلى قسمين، الماء المطلق يعني ينقسم إلى قسمين، إما طهور مطهر وإما نجس منجس لغيره. والحد الفاصل بين الطهور المطهر لنفسه والنجس هو تغير أحد الأوصاف بالنجاسة، إما تغير اللون بلون النجاسة، أو تغير الطعم بطعم النجاسة، أو تغير ريح الماء بريح النجاسة. هذا الذي ذكره. وذكر عاد في آخر شيء فائدة عن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، ذكر بأن الماء النجس الذي يتم تنقيته وتصفيته بالأدوات الكيميائية الحديثة إذا زال طعم النجاسة وريحها ولونها قالوا بأنه ماء طاهر، وهذا موجود في بعض الدول. تقوم هذه الدول بتنقية المياه النجاسة بطريقة يعني بطرق حديثة بحيث تحوله من ماء نجس إلى ماء طاهر، فقال إنه ماء طاهر يعتبر ما إن زالت أوصاف النجاسة. هل في سؤال يا إخوة؟ هل في شيء يا إخوة؟ عندي سؤال يا شيخي، أحسن الله إليكم. سم ما المراد والذي يرجح بعض المحققين، أي المحقق هنا الشافعيون أو بعض الآخر يا شيخي؟ لا أذكر الآن من الشافعية أحد في قضية التقسيم هنا، لكن هذا قول مشهور عنه، وقول مذهب أبي حنيفة المشهور عنه، واختاره ابن تيمية فيما أذكر. هل وافقه بعض الشافعية أو لا؟ لا أذكر الآن. نعم شيخ، بارك الله فيكم. هل في إشكال يا إخوة؟ طب تريدون أن نستمر بهذه الطريقة هكذا؟ هاي يا ابن أولياء النشاة، نعم نعم يا شيخي، هل الطريقة تريدون أن نستمر بهذه الطريقة هكذا؟ نقرأ ثم نعلق تعليقا يسيرا ونمشي، ولا إيش تقترحون؟ نمسك مثل هذا الموافق. طيب يكون موعدنا كل أسبوع يوم الأربعاء؟ نعم توكلنا على الله. نقف هنا يا إخوة. نعم يا شيخي، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. الإخوة، هل عندكم المداخلة؟ شيخ ده نصف الوار يا نعم زيد، نعم. طيب يا اخي، ini awal ya. Mudah-mudahan nanti lebih tertib lagi untuk kedepannya. Dan memang biasa mungkin di antara kita udah lama tidak apa mendengar orang Arab bicara langsung gitu ya. Atau kita masih ada grogi. Insya Allah nanti di pekan depan kita akan berlanjut. Dan barangkali sebelum kita tutup, ada masukan atau dari ikhwah atau usulan dari ikhwah semua. mungkin itu
bacanya gantian. Ah. Ya, Anda mungkin capek ya. Karena qadarullah, ini file Anda ini nggak dibuka. Itu semuanya hitam itu. Hanya tulisan babnya aja kitab itu, kitab Thohara itu ya. Bisa dibaca, semuanya hitam. Atau mungkin ada yang akan mempersiapkan untuk pekan depan siapa Ikhwah? Nanti bisa apa disampaikan di grup. Baik bisa mempersiapkan lebih matang lagi, lebih baik lagi. Barangkali ada usulan. Silakan. Saya perhatikan terlalu cepat saya kira. Ya, di artinya kalau masalah fikih ini mesti hati-hati sekali. Jadi barangkali dibaca 5 baris begitu, kemudian diminta untuk Syekh menjelaskan gitu. Karena jika kita salah memahami masalah fikih ini, bisa jadi kita ke depannya bisa salah terus gitu. Nah. Jadi, dimohon jangan terlalu cepat saya kira pembahasan misalnya mak 1, mak 2, mak 3 itu betul-betul kita mendalaminya sebagaimana pemahaman Syekh itu. Jadi kita paham bahwa yang dimaksud mak apa gitu, yang pertama itu sesuai dengan pemahaman Syekh itu. Jadi kita betul-betul talaki gitu, bertemu dengan Syekh itu bahwa Syekh itu memahaminya seperti itu, akan kita sampaikan ke murid-murid kita mungkin atau Nah. yang kita ajarkan. Jadi jangan terlalu cepat saya kira, Nah. halaman per halaman betul-betul kita pahami dulu gitu. Itu. Syukran Ustaz Muhammad Ridho Subianto. Ana juga berharap nanti keaktifan dari para ikhwas kalian ya, para saudara sekalian. Jadi ketika memang Syekh bertanya, menanyakan wadih, kalau memang belum jelas, tinggal nanti disampaikan saja ke beliau langsung. Kenapa yang membuat belum jelas? Insya Allah beliau sangat terbuka sekali. Ya. Tapi kan kata tadi berulang-ulang kali beliau menyampaikan wadah ikhwah, namsi, ternyata responnya kita banyakin diam, dan juga kemudian menyampaikan namsi, menghasil, ya. Jadi sangat bagus sekali masukan dari Ustaz Muhammad Ridho Sudianto, nanti akan sampaikan ke Syekh. Dan mudah-mudahan nanti di pekan depan kita bisa berjumpa kembali, Ikhwah. Dan semoga di liqa yang lebih baik lagi. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan barangkali mau meninggalkan. Tafadhol. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik.